في إطار عملياتها المتواصلة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الريف الشرقي من محافظة حماة، ضبطت وحدات من جيشنا الباسل قواذف أربيجي وصواريخ مضادة للدروع ومدافع مضادة للطيران، ودمرت آخر أوكار وتجمعات إرهابيي جبهة النصرة في قرى أبو أحبيلات ومسعدة ومسعود وأبو حناية وكليب الثور وصلبة وأبو حبيلات. وقال موفد الدنيا إلى المنطقة إن بواسل الجيش العربي السوري أعادوا الأمن إلى بلدة إبليل في المنطقة بعد دك أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم والقضاء على عدد كبير منهم. هنا حطت صقور الموت، فكان الدمار والخراب. هنا في بلدة إبليل في ريف حماة تمكن الجيش العربي السوري من كسر أجنحة من يصفون أنفسهم بالصقور، فجماعات هنا تعددت تسميتها لكن عنوانها العريض بقي هو إرهابيون يحملون الدمار والموت. مقرات إرهابيي جبهة النصرة وكالعادة احتوت على الكثير من صناديق الصواريخ ومواد غذائية إضافة لمواد أخرى مجهولة، فالمكان هنا ازدحم بالهدايا التركية والسعودية. الحضور النسائي ولمسات مجاهدات النكاح كانت واضحة، فقد تسللنا إلى هنا لمساندة الإرهابيين، كما مرت الماركات الغريبة التي تسللت أيضا كغيرها إلى الأراضي السورية. من فوق الأرض إلى تحتها تمكن الجيش العربي السوري ككل المناطق السورية من قطع يد الإرهاب وبتر أقدام أرادت طبع الموت على البلدات السورية، فبلدة إبليل لم تعد رهينة الإرهاب اليوم بفضل الجيش العربي السوري.